السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناتي خديجة الرافعي. اليوم وصفتنا هي الرغيف أو المسمى المغربي بالقمح الكامل وصحي. كنتمنى أن تعجبكم الوصفة وندوزو المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج نص كيلو ديال الدقيق الأبيض و ربع كيلو ديال القمح وشويه ديال الملح. نخلطوا الكل مع بعض. وغادي نخلطوهم بالماء بهذا الشكل حتى يعطينا هذا العجين بهذا الشكل، ونبداو ندلكوا فيها بهذا الشكل. العجينة كتحتاج الكثير من الدلك، يعني نحاول أن نعطوها الوقت باش ندلكوها باش تخرج لنا عجينة كيف ما بغينا وتكون سهلة في التطبيق ديال هذا المسمى. وكيف ما سالينا غادي نحتاجو شويه ديال الزيت، وغادي نبداو نشكلو كويرات ديال العجين متساويه بهذا الشكل وندهنو بالزيت. نستمروا في العمليه حتى نكملوا العجين كامل ونشكلوه كويرات متساويه ونرجعوا نشوفوا التتمه. من بعد ما كملت العجين كامل كيف ما كتشوفوا عطانا كميه ديال الكويرات بهذا الشكل. ومن بعد غنخليهم يرتاحوا شويه ونرجعوا نكملوا التطبيق. غنحتاجوا الزبده مذوبه والفينو، دقيق الفينو، باش غادي نحتاجوهم في التطبيق ديال العجين المبسط. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه غندهنوا سطح العمل بالزيت وغادي نبسطوا كره مزيان حتى تصبح لينا مورقه بهذا الشكل. من بعد ما ورقنا العجين مزيان غادي ناخذ الزبده ونرشوها على العجين بهذا الشكل ونرشو دقيق الفينو عليه وغنطبو النصف ونرطو عليه النصف الاخر ونسدو المسمنه او الرغيفه ديالنا بهذا الشكل ونكملو جميع كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي اللي كيعطينا. غادي نكملو جميع الكواليس بنفس الطريقه وكيف ما كتشوفوا هنا مبسطه. غادي بحال هكا نديروا النصف الاول ونزيدوا عليه النصف الثاني بهذا الشكل ويكون داكشي مقاد وما يخرج لنا العجين من جنب. ونقادوا هكا المسمنه بهذا الشكل، نكملوا جميع العجين
بنفس الطريقة ونرجعوا نشوفوا كيف ما كتشوفوا. ها هي الطريقة اللي كتكون عندنا العجين كيكون بهذا الشكل. ايوا من بعد ما ارتاحوا لينا جميع العجين غادي نبداو نكرصوه وندوزو للطهي ديالو. من بعد ما درنا العجين انه يبدا يطيب كيف ما كتشوفوا معنا نبقاو نقلبوه حتى يطيب لينا العجين مزيان. كما كتشوفوا كيتنفخ لينا العجين نبقاو حنا نقلبوا فيه حتى يطيب لينا مزيان حتى نكملوا جميع زعما المسمى اللي درنا. بنفس الطريقه كنبقاو نقلبوا فيه كيجي هشيش ومن بعد ما انتهينا كيكون هكا المسمن ديالنا النهائي بهذا الشكل. كيجي زوين وكيجي صحي وكنتمنى انكم تجربوه وراه كيجي بنين حنت فيه القمح تقدروا ديروا به الكوتي ولا تفطروا به في الصباح. ولا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره تزوروا القناه. واذا عجبكم ما تنساوش اللايك.